ما الصداقة وما أهم الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها؟ الصداقة هي علاقة بين شخصين تقوم على الوفاء والإخلاص وتبادل التجارب فيما بينهم، وكذلك التعاون والثقة. فالصديق دائما يكون متعاون مع صديقه، يثق به ويهتم بشؤونه وبأمره، ويكون هناك بينهم فيما بينهم تبادل آراء وتبادل أفكار وأيضا تبادل زيارات. فإذا هي علاقة تقوم على الود والتعاون والتكامل فيما بينهم، هذه هي الصداقة ولها فوائد عديدة. هناك طبعا من أهم الفوائد التي ممكن أن يجنيها الشخص من أصدقاء، وخاصة الأطفال يحتاجون إلى وجود صديق ليتحدثون معه، وإذا كانت لديهم يعني ما يقلقهم في نفسهم، عندما يوجد الأصدقاء يبتعدون عن العزلة ويجدون متنفس ليتحدثون مع صديقهم. ما هم صفات الصديق المناسب التي ينصح بها السمت العماني؟ شكرا لك يا أحمد على هذا السؤال المهم. يعني هناك عدد مهم من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الصديق المناسب، من أهمها الصدق، فلا يكون يتصف بالخداع والكذب. يقول أحد الشعراء: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فإذا الصداقة تقوم على الصدق وعلى الوفاء وعلى الإخلاص وعلى التعاون فيما بين الأصدقاء. ما الآلاف التي يحث عليها السمت العماني عند التعامل مع الأصدقاء؟ فعلا يا أحمد، هناك مجموعة من الآداب التي يهتم بها السمت العماني، وكذلك يحث عليها الدين الحنيف في التعامل مع الأصدقاء. فعندما نلتقي بالأصدقاء نكون بشوشين ونرحب بهم ومسرورين، ونتبادل فيما بينهم أطراف الحديث. وأيضا من ضمن الآداب المهمة أن نتبادل الآراء والأفكار فيما بيننا، ونكون واضحين ولا نكتب عنهم إذا كان هناك لدينا أشياء نفكرها في نفوسنا عنهم، نسألهم إذا كان مثلا هم محتاجين إلى شيء معين أو غيره. وكذلك ينبغي كتم أسرار الصديق، إذا كان صديقك عنده أسرار وأباح لك بعض الأسرار، أن تكتم أسراره وتحافظ عليها وتحافظ على صديقك. وكذلك ينبغي أن نحافظ على الاحتياجات الشخصية للأصدقاء، إذا كانت لديهم ألعاب وأتاحوا لنا الفرصة أن نلعب معهم نلعب معهم ونحافظ على هذه الألعاب. وأيضا إذا كان لدينا أيضا ألعاب ندعوهم ليلعبوا معنا، وكذلك نلعب فيما بيننا ويحافظون على ألعابنا، وكذلك نتيح لهم الوقت ليقومون بهذه الألعاب. شكرا جزيلا لك دكتور عامر. سوف أحرص أن أختار الأصدقاء المناسبين الذين يتصفون بالصفات التي يؤكد عليها السمت العماني، وسوف ألتزم بالآداب التي يحثنا على الالتزام بها.